أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت عشرات الضربات الجوية شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أن صواريخ عالية الدقة ضربت 13 موقعاً أوكرانياً في أجزاء من دونباس بما في ذلك بلدة سلافيانسك، بينما استهدفت ضربات جوية أخرى 60 من المعدات العسكرية الأوكرانية بما في ذلك في بلدات قريبة من الجبهة الشرقية. وذكرت أن جنودها دمروا مستودعين يحتويان على رؤوس حربية لصواريخ توشكايو التكتيكية في لوغانسك وفي خاركيف. الوزارة الروسية ذكرت كذلك أن صواريخ مدفعية ضربت خلال الليل 1260 هدفا عسكريا، وتمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طرازيميك 29 قرب قرية ميلنيفكا في منطقة دونيتسك.